السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين 21 من سلسلة تمارين الدالة الأسية. إذا دائما مازالين مع المترجحات. إذا حلف R المترجحة الآتية: الإكسبونسيال ديال X ناقص 4، الإكسبونسيال ديال ناقص X أصغر من أو تساوي 0. إذا مجموعة تعريف هذه المترجحة هي R، إذا لكل X من R لدينا. اذا اول حاجه غادي ندير غنحاول نبسط شويه المترجحه، دونك هاد او ناقص اكس نحاول نحيدها. اذا باش نتخلص منها غادي نضرب طرفي المترجحه في العدد او اكس، ومادام او اكس دائما موجب فالترتيب ما غاديش يتغير. اذا او اكس غادي نضربها في او اكس ناقص 4 او ناقص اكس صغر من او اكس في صفر هي صفر، اذا تكافئ او اكس مضروبه في او اكس، اذا هي او اكس الكل اس اثنان. او اكس مضروبه في ناقص 4 او ناقص اكس، اذا عندنا ناقص 4 او اكس في او اكس ناقص في او ناقص اكس، يعني هي او اكس ناقص اكس. دونك حنا عندنا او اكس مضروبه في او ناقص اكس تساوي او اكس ناقص اكس، اي تساوي دونك اصغر من الصفر. او اكس ناقص اكس هي او صفر، او صفر دائما كتساوي لنا واحد، اي عدد او صفر كيساوي واحد. اذا تكافي ان او اكس الكل اس اثنان ناقص 4 في 1 راه هي 4، اذا اصغر من الصفر. اذا او اكس هاد او اكس لكل اس اثنان يمكن لي ندير لها او جوج ديال اكس ناقص 4، نديوها للطرف الثاني غترجع 4. اذا هاد المترجحة تكافئ ماذا؟ تكافئ جوج اكس. اذا كندير الالين للطرفين المترجحة، الالين ديال ليكسبونسيال ديال جوج اكس هو جوج اكس صغر من الالين ديال 4. اذا جوج اكس، اذا هذيك جوج خصني نديها للطرف الثاني. اذا اكس اذا هي الالن 4 راه هي جوج اس اثنان على اثنان. الالن ديال جوج اس اثنان هي جوج، الالن ديال جوج على جوج. اذا كنختزلو بعدد جوج تبقى لنا الالن ديال جوج. اذا دائما عندنا هنا تكافؤات، وبالتالي في مجموعة الحلول إذا حنا عندنا أصغر إكس أصغر من الألين ديال جوج، يعني يكون عندنا ناقص لا نهاية الألين ديال جوج مادام أصغر أو تساوي، يعني الألين جوج داخلة من ضمن الحلول.